مساء الفل عليكم. أرخص وأقل بسكوت اقتصادي ممكن تتخيلوه في حياتكم. بسكوت النهاردة هيبقى اقتصادي من الدرجة الأولى، سهل وبسيط وسريع جدا جدا، وعايزة أقول لكم نتيجته ممتازة فوق الممتازة كمان. تشكليه بالقمع، تشكليه بإيديكي، تشكليه بمكنة، سهل قوي قوي. يعني بصوا تحسوا إن هو كده بسكوت لذيذ نواعم. عارفين بسكوت النواعم الحلو ده اللي كنا بنشتريه من بره؟ هنعمله النهاردة بطريقة بسيطة جدا جدا، وطريقة تشكيل هوريكم كذا طريقة للتشكيل يعني تغيروا بيها. حاجة حلوة قوي بصراحة، حاجة تفتح النفس ان انتوا ايه تعملوه وتاكلوه، جميل جدا جدا الفطار، وخصوصا ايام الامتحانات عايزين حاجة سريعة وبسيطة وكمان اقتصادية وعلى قد الايد. هنعمله النهاردة شوكولاتة وفانيليا، علشان خاطر اللي بيحب الشوكولاتة يحب الفانيليا. يعني ممكن كمان تعملوه بنكهات القرفة والكاكاو، يعني دلعوا نفسكم. تعالوا نشوف دلوقتي ألذ وأحلى بسكوت هتعملوه ازاي. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة، أتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الأحمر، فعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. بشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم. ويلا نبدأ ونشوف هنعمل أحلى وألذ بسكوت وأخف بسكوت ازاي. مكوناتنا بمنتهى البساطة هي كوباية من السكر، البودرة، المطحون، المنخول. السكر البودرة للبسكوت تقريبا كده بيديله روح، بيديله قرمشه كده وحاجه جميله جدا. هنستخدم الزبده، مش متوفره الزبده هنستخدم السمنه، مش متوفره السمنه ممكن نستخدم الزيت. التلاته اوكي، بس الفرق هيكون بالظبط في الطعم. يعني لو انتوا هتعملوه بالزبده هيبقى ناعم زي بسكوت النواعم بالظبط، هيطلع معاكم زي بسكوت النواعم بالظبط. لو تعملوه بالسمنه هيطلع معاكم زي بسكوت ميري اللي بنشتريه من بره ده، اما لو هتعملوه بالزيت هيطلع ناشف شوية أو مقرمش شوية. المقدار هناخد نص كوباية، نص كوباية من السمنة، نص كوباية من الزبدة، أو نص كوباية سمنة وزبدة مخلوطين مع بعض، أو نص كوباية زيت، أو نص كوباية زيت مع سمنة. يعني المهم نص كوباية من أي حاجة من دول مفيش مشكلة. ونبدأ ان احنا نحطها. السمنة ما تكونش سخنة، ما تكونش دافية، تكون من العلبة على طول، او الزيت يكون من العلبة. اضربهم كويس قوي قوي زي ما انتم شايفين لحد ما يدوا فوم ابيض كده، تمام. اللي عنده مضرب هيبقى حلو جدا في الوصفة دي، لو ما فيش مضرب يبقى بايدينا، بس اهم حاجة ان نطلع الشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي اوكي، عشان بس يبقى البسكوت ناعم. البسكوت بينعم من السمنة والزيت او السمنة والسكر لما بيتخلطوا مع بعض. زي ما قلت لكم الزبدة هي اللي هتطلع معاكم البسكوت زي البسكوت اللي بناكله بره ده. وهنا هنستخدم البيض. طبعا تقدروا تستخدموا من بيضة لبيضتين، يعني ممكن تستخدموا بيضة واحدة بس في الوصفة، مش لازم بيضتين. البيض بيكون درجة حرارة الغرفة، واضربوه بره، اضربوا البيض بره، وبعد كده حطوه هنا في الوصفة. حطوا بشر برتقال او نقطة قرفة كده او نقطة فانيليا عشان تضيع زفارة البيض، ولو انكم لو حطيتوا بيضة واحدة مش هيبقى فيه زفارة بيض خالص يعني. وتبدأوا ان انتوا تضربوهم حلو قوي بالشكل ده لحد ما يختلط القوام كله مع بعضه. زي ما انتوا شايفين حاطه بشر برتقال، وحاطه كمان فانيليا. احب دايما النكهات تبقى عاليه في البسكوت. كوبايه من الحليب، وطبعا الحليب بديل للحليب او بديل الوصفه في الحليب هو عصير البرتقال. يعني ممكن تستخدموا عصير البرتقال، ممكن تستخدموا الحليب، الاثنين هيمشي معاكم حلوين قوي. الحليب هيطلعه دايب كده وجميل، عصير البرتقال بيدي نكهه حلوه للبسكوت، تحسوا كده انه طعمه جميل جدا. فيعني الاثنين الاثنين فيهم مميزات، خلي بالكم عصير البرتقال فيه مميزات، الحليب فيه مميزات. اهم حاجه عصير البرتقال او الحليب ما يكونش فيهم سكر، لان احنا حطينا سكر خلاص، عشان البسكوت لما يزيد فيه السكر بينشف. هنجيب كوبايتين من الدقيق المنخول، وهحط عليهم معلقه كبيره من النشا، والنشا ده بيخلي البسكوت يمسك نفسه كده ويبقى حلو. نص معلقه من البيكنج باودر، نص معلقه كبيرة أو معلقة صغيرة من البيكنج باودر. أنا هنا مش مستخدمة نشادر ولا حاجات يعني خميرة بسكوت ولا حاجة، أنا هستخدم البيكنج باودر. البيكنج باودر على فكرة تطلع البسكوت حلو قوي، وبيدي نكهة حلوة، بيدي لمسة حلوة كده البسكوت. نعجن بقى البسكوت بتاعنا بالشكل ده. لو هنعمله كاكاو،
ايه الحل بقى؟ بدل ما احنا حاطين كوبايتين من الدقيق، هنحط كوباية ونص دقيق ونص كوباية كاكاو خام. يعني عشان تبقوا بس عارفين، اللي هنعمله بالشوكولاتة نص كوباية من الكاكاو الخام، كوبايتين من الدقيق. وطبعا الكاكاو الخام يكون غير محلى نهائيا، عشان احنا حطينا خلاص حطينا سكر، فاحنا ما نبوظ البسكوت بتاعنا بكتر السكر. الناس اللي هتقول كتير كمية السكر على كوبايتين من الدقيق، هقول لك ممكن تقللي شوية. يعني حاسين ان انتوا انا بحب البسكوت ناشف، يعني بحب البسكوت مقرمش، لكن لو انتوا حابين البسكوت بتاعكم يبقى دايب، قللوا السكر شويه، ممكن نص كوبايه ماشي، يعني هو من نص كوبايه لكوبايه، بس طبعا على حسب ما انتوا تحبوا. وهنيجي دلوقتي نقطع العجينه بتاعتنا بعد ما نعجنها كويس ونخدمها حلو قوي. بصوا، لو هتقطعوا في المكنه هيبقى الموضوع برضو حلو وجميل، بس انا حبيت النهارده الام عشان اوريكم النقشات دي. البسكوت اللي لونه اصفر ده معمول بالزبده، فعشان نبقى عارفين يعني اللون الاصفر ده هو لون الزبده، لكن اللي مديه على لون ابيض هيبقى لون ايه؟ هيبقى لون السمنه، تمام، او الزيت، الاثنين هيبقى لونهم اصفر. وكمان ممكن تخلي البسكوت يطلع معاكي اصفر زي كده من غير زبده، انك تحطي سنه لون طعام. ده شكل البسكوت، وده شكل الورده اللي احنا بنعملها، سهله وبسيطه قوي. ده برضو اللي بيتعمل بالمكنه، برضو بسيط قوي وسهل جدا جدا. طبعا تقطيع المكنه سهل قوي قوي. هوريكم كمان ازاي بنعمل بسكوت الشوكولاته عشان تبقوا عارفينه. صاجات البسكوت طبعا بيكون دهنينها سمنه او زيت قبل ما نقطع عليها، ونكون مسخنين الفرن اول ما نبتدي التقطيع. البسكوت بيدخل على فرن عالي الحراره، بس اول ما بندخله بنهدي فوق شويه علشان ما ينشفش مني. واخلي بالي طبعا البسكوت مش بيتسوى على نار كتير، لا، هو البسكوت بياخد بالظبط على الساعه 5 دقائق، من 5 دقائق ل10 دقائق بيكون جاهز، يعني مش اكتر اكتر من كده، فتخلي بالكم من كده. دي عجينة البسكوت بتاع الشوكولاتة. هوريكم النكهة بس بتاعة الشوكولاتة، احنا هنضربه في الخلاط عادي جدا. هحط بس هنا الاضافات دي اللي بتخلي الشوكولاتة دي، الكاكاو مع النسكافيه كده، انا ضربت الحليب يعني مع كاكاو ونسكافيه وذرة فانيليا، معالق صغيرة ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام. الاول اللي حطيته الكاكاو الصغير ده، او حطيت شوكولاتة، يعني معلقة شوكولاتة او مثلا معلقة قرفة مع شوكولاتة الاول، وبعد كده حطيت الكاكاو الخام وعجنت عادي جدا خالص. نزلته في البولة عشان تبقوا بس عارفين، انا هنا في البولة دي حاطة السكر مع السمنة مع اللبن، سكر وسمنة ولبن بنفس المقادير في الأول خالص، بس زودت عليهم معلقة الكاكاو ومعلقة معلقة الكاكاو ومعلقة ومعلقتين من الكاكاو الخام، سوري، ومعلقة القرفة، بس مش أكتر من كده. بحب أحط نقطة بن بس صغيرة عشان تثبت معايا لون القهوة، عشان لما يدخل الفرن ما تحسوش إن هو اختفى اللون، وده بيكون تشكيله بمنتهى البساطة. أنا وريتكم طريقة العجينتين، عجينة الشوكولاتة لما تدخلوها الفرن تنتبهوا لها جدا عشان بتستوي بسرعة لحسن تتحرق منكم، مجرد ما البسكوتة تتحرك كده من تحت خلاص تشيلوها. وده بيكون شكل بسكوت الشوكولاتة. أتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. بشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم ولكومنتاتكم الحلوة. تحياتي ليكم بألف هنا وشفا يا رب. أشوفكم دايما على خير قريب.